احنا جالسين دابا هيك بدو الخدمه هو بغيت تعطل مناش مناش حنا هنايا خويا من العصر وحنا هنايا وحنا هنا دابا حيت هو قبض الخدمه بغي بدا تعطل زعما كرسي ولا ما لاعبينش اخو حسن مالو كيفاش مالو ولا من ربعة دخول عنده من ربعة زكيت معاه علمتو مالك ما علمك يهضر معايا ايوا شكون بيهضر معاك انت اللي بتهضر معايا انا هضرت معاك انا معاك مرة مع المغرب ايوا هاد الناس هذاك راه بيت عندك صاحبك هذاك بيت معاك وهذاك السيد راه هو اخويا ما تعرفوش هذاك ما تعرفوش وكنا زكيت مع ناس ربعة ما زكيتش انا مع شي حد كيفاش ما زكيتش معايا هضرت معنا وياك قلت لك المغرب نتشافو هذا ما تنعرفوش شكون هو علمتو على فوكا زكيت معاه قلت لي شي حاجه شوفني ما عندكش معاه عنديش معاه هذا سيد بيت عندك هذا بالله هذاك ما عنديش انا معاه ولكن علاش تعطلت يا خو حسن حنا مولفين حتى نجيو خو مع الربعة مالو تيبان عندنا حد قبل اش علاش تنقول لك دابا انتخاب واش علمت لك انتخاب زكيت معاك قلت لك عندي شي خدمه قلت لك واش قلت لك عندي شي خدمه قلت لي ما قلت لي انا قلت لي انت بكري انت الشوا قلت لي دابا جيب انت بكري دابا جال الحل معاك السيد راه هو مسك اللي قال ما تعرفوش ما تعرفوش هذا راه بيقول طلبه يجي بالسلامه يا خويا مالو شوف هذا بيقول طلبه يجي بالسلامه لا صرحنا هنا حتى العاصر حنا وهذا السيد والله انت هو تيهضر في العاصر هو زكيت معاه علمتو علمت ليه قلت ليه جي انت حسن خويا هضرت معاك انت قلت لك المغرب حنا جايين مضبوط لي راسي مضبوط لي راسي ما بوش لي راسي ما بيني وبينه والو انايا اه انا بالله بالشرع معاه انا ما بيني وبينه ولا نحشم عليك اخو حسن هاد السيد بيت عندك قال لي يا اخو راه بغيت نمشي انت انا قلت لي قلت لي بغيت تقهوى مشيت واش قلت لي بغيت بيت نفيق بغيت كذا وبغيت نمشي للقهوه اخو حسن مشيت قال جلس مع العصر رجعت الفور رجعتي فورا صاحبي شنو راه الرابعة قلت لي انا ما غادي نبدا قلت لي نمشي للقهوة ولا فيها لا فورا ياك هذا الشيء اللي قلت لي حسن هو قال لك هو كاع باعقل هو كاع باعقل وقلت لي لا حسن ولا نجي لك واحد الحاجة علاش علاش تعطلتي زعما واش انت جبتي الخدمة ايوا علاش تعطلتي سيدي حسن علاش دابا علاش الدنيا انا هكا على قبل من قبل هما شكون هما خفتهم لا يجيو ليك الله مع كوكا حالي لولا رسول الله يا جلال يا بابا جلالي داوي حالي الله مع السي كوكا جلالي داوي حالي لولا رسول الله جلالي داوي حالي على ولا راس الله جلالي داوي حالي داويني هايش جلالي داوي حالي جلالي بغني الله 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 كاينه من ويش اخويا والله الا كاينه من بالله ويديرها انت انت انا عاد نعيط على واحد الزواج دوك استنتي وكنتي دير بعدا هو كنتي دير والله كنتي دير بعدا هو كنتي دير ويش كنتي دير ويديرها ساعتي الحنا ساعتين هنا والعقارب انا ما عرفتش المناره هي راه المناره اه هي فوق فوق انتش من الحنجه حسن كاش من سلاح حسن سيدي بقينا تشوف التخريا حنا قلنا بينا نصورو حنا نشوف بينا نقول لعباد الله راه حنا شختنا في الاخر الله الله في الاخر اخو حسن وحسن بقينا تشوف التخريا سير خد مضضر انا ما شفتش انت قلت لي الحين شو نقول لك انايا ادور نزور الحين شو نزور لعباد الله بلا قتلنا الحين شو قعدتو عليهم كذا في الاخر لقينا حنا خيط هاي خيط اشنو هذاك سير عاد انت في راسك حسن سير عاد تعطي راسك الراحه تعطي راسك الراحه ما تشوفش سير دير دير النظاظر انا تيبان السلامه المعلمه انا في لاستاسيون هو الضروري
شكون هذا؟ بوروس مراكش عامره اخويا. ايه فاش مشيت لحدا دارهم هو مشى لاستاسيون وقعدت يدور في لاستاسيون وخلاني ملي خرجت نقلب دار نقلب دار مرفوسين بال البركه جاك الفوسي معك راس ياك كيف نفاخ مورا بحال شي دراهم كيقديم تيقول على شي خويا جوخ الوطن شابو له النواضر تاع هو الله الله الهواء بالثلج اسير فؤاد اتي مشي تمو تيري بشويه هذا كربيك ديال اللوز ديال المال كذا خويا ايه يا باب جديد فيني يا مات فيني يا مات يا باب جديد ها الموسم ولا حركه اخويا الفوسي الله الله الهواء كانت رابت عليهم وما توفي الناس وما يسميوه جامع الفناء جامع دوك الناس اللي ماتوا وانا ما شفت من جا فلوك بيا باس بحال من علا هي نزل ما تسمع شوف شحال ديال الحديد يا خويا مراكش عامر هونغ كونغ يا بلمصامر هونغ كونغ وخرقة ديال المعلم انا مراكش هنا ولكن قال لك 80% ديال البطيلات عامرين في البلاد. عرض الله. 80% ما عرفتش يعجبوه وقف هذا مراكش الله يجي بالسلامة. المغربي. شوف هادشي كيتيبان معك راه الدنيا. هاي 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 ولا بواط. يا سلام يا سلام. شتي اش تيعجبوه في براك؟ صاد. ولا بواط. حسن قضية من بزاف مراكش اخويا مراكش عامر العقارب الله يجيب الصحة والسلامة راه كنتي تنبانو خايبين من هاد التصويرة هاد الفيديو اللي قدام اخويا شفتي واحد دابا باش غندور عند الخضر ويحبس امة لا اله الا الله باش يدزو عائلته وفعلا يحبسوا عباد الله باش يدزو عائلته لا لا رقاوي هذا رقاوي واش مو مراجلين مو مراجلين من حقو على رجليه اكون كنتي في بلاصتو انت تكون عرفتي دابا انت يا حمار راه براني يمشي لبلادو ما يمشي لبلادو عمرتو البلاد اخويا اخي جيرين تختي 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 عبد الكيرا ما تسير اختي يجري اكوكا سير جيب عبد الرحيم راه هو قدام التريبه ما تعطلش يا تلاق ما تبطا اجيني في الورده يلا انت باقي انت غادي تمخطر عليا ديال بعدك النقر مزرابه اسربي خويش دابا واش قال لك انا غادي للقاعه دخل للقاعه هو قال لك باش نشلل في الميه ياك انا كنت وصلت للجامع كيفاش وصلت في الجامع الصغير الصغير ما فيه حتى واحد كلشي تيصلي فلوس خبي حمقنا هاد اختي هذا وحق الله هاد اختي هذا هاد اختي هذا قال لك حسن دار القلب شي لعيبه هاد اختي نجا هذا شي حاجه ماشي ياك رويتي لي تواك راه سيدي حسن ابو جيبو يقول لك
تعطل جبوك اختار. الله يعطيك 30 تاع 30 تاع البوزه. واش راه في الحاله واش راه مسوات في الليل؟ هاد خالد الطباخ راه يبغي كذا. ما كاينش المزاح. شي شويه ديال الدجاج. شوف خير. دابا دابا دخل رسوم في القاعه. راه دابا قلت لك قلت لي فين قال لك عند مول الكفته. حدا مول الكفته ما كاينش. واش قاعد تصور قاعد هادو عندك حمرا ديالتي زيد الصفرا ديالتي ايه. هادي ما ديالك هادي مشبكه زيد هي ايه. اللي شريت معاك انايا ها هي واش ما شفرتينيش هذاك راسنا حمار هذاك بحال ديال ديالتي دابا واش ما شفرتينيش بشي وحده ولات كي دايره ديالتي لا لا عطيتو الاخرى ماشي عطيتك بدات تحت على عباد الله دابا لا لا واش ما شفرتينيش بشي وحده حسن هادي ديالتي هادي دابا واش ما شفرتينيش بشي وحده قبتي ما تدي لك شي حاجه انا بالله لا تدي شي حاجه تحرك بها ولا لا تيحتي ليا البطن ما كتهز عليا يديك والله هادي خلص ادخل دخول يا عم الله يحفظك حبيبي اخو بشحال اخو شريتي لنا هاد البركه 360 ريال اخو بالله يلاه اخو سولي 360 ريال 360 ريال واش انا 360 ريال واش انت 300 واش هذا اخويا 360 الخبزه المطار اخويا واش 360 الخبزه 360 الخبزه على حسابنا مالو خصها على حسابنا والله العظيم تاع عادي والله راه اتسنتي انا فاش امي قال لي 60 درهم كنا عندي 40 درهم 60 درهم ديالك عاوتاني كنا عندي 40 درهم والله العظيم راه بنقول لها خليهم عيشة ما دارش ما دارش لكن ما كان على حسابنا هذا بزاف بزاف غرات لك الشتا خويا انت ما تلاقش يلاه انا بزاف هذا ما هذا الخدمه تاع القياده ويلاه وانت تيكون تيكون القياده هشام ولفتي معنا شي بركه ويلاه يمشي شو هذا الخدمه تاع القياده ما تاكلهاش كاع يمشي سول واش ما ناكلهاش ياك لا ما تاكلهاش يمشي سول والجبهه دار الجبهه ما عرفت انا صافي 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 غيب عليه غيب عليه صافي غيب عليه غيب عليه غيب عليه ابي نمشي حتى تما عاد نسول اكوكا لا باقيش تهز الميزان بزاف لا ما تخمم كل ساعه دخر 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 عاود تجي باش باك هنا طلعتي نفوتي الدم هاكا راه بيضربك بالكينك لا 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 والله العظيم عادي يطلع عليه حتى بحال تحيه ها تبناوي قبيله واه ها بلا ما يلا وخمشي وانت ما علاش انا مع عمرو سيفطو مع حسن هو راه دار الحسن خويا عمرو باش يمشي بوحدو يتخيفط على الخبزات دابا حنا انا بينا عليه السلام واخا مشي حتى لعندو نمشي نسول ياك انا قال لكم انا جبت عليكم شي حاجه لا تعطوني التاريات صافي انت ما درتش جوج سير المناظره وبلا مناظره بلا مناظره قال لك حنا دابا شوف دابا طريتنا طريتنا دابا شوف شوف دابا طريت في الاخر ما نعطيو والو نقول لها بعدا شوف قيد في الثلج قيد في الثلج اخويا الهاشمي ما راه صحبه صحبه قديمه صحبه قديمه صحبه اللي ما يشوف شي صاحبك اللي ما يسافر يشفركها ما صاحبكش صاحبك هو اللي يشفرك ما صاحبك والو الله يا بابا الله يبارك فيك والله الا كنت من البارح واكمل لي انا ديك الهضره ديك الهضره ما عنديش انت شحال بعتيني 140 ريال سي خد عيني ما عنديش ما عنديش حتى 370 والله الله بيني وبينك خمسه الكفته 370 خمسه ب 40 ريال بزاف لا مناظره باريز اخويا لا مناظره هادو هضروا بالكفته في باريز تيقول لك بلا مناظره وبلا مناظره شي كون قالنا هذا بلا مناظره شي باش ما قولي بلا مناظره بعدا اش بغيتي تقولي شي بلا مناظره بدا تجيب شويه اسمع 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 اصبح من تفكر هذا هذا شي تاخذ بتجيب بتجيب موتور قعدت 3 سنين عبد الرحيم قعدنا ما تنسناو حتى يجي خو وفي وفي مشى خو وتعطلت واخويا ولا السيده ما خدمش هذا الشيء هو حصلت الموتور اش بغيتي تقعد معاه انت ها
هو قال لك قلت لا كيفاش قلت تسنى واش انت بعقلك دابا انت هو الفليبي انت هو الفليبي ماشي هو هادشي اللي كاين اخو حازم واحد غادي يبغي يجيب موتور وانت علاش بغيتي تقول علاش بغيتي تقول تير والكريالي تاعيتو ما قولي اش بغيتي تقول تير قعد تسناني ها واحد غادي يبغي يجيب موتور وانت تقعد تسنى عطيت 800 نتسنى تيجي خو لا حول ولا قوة الا بالله ولكن مشى لنا الحال با الشوم هنا دابا شوف قال لك معاه واش قال لك هو تسنى هو قال لك تسناني لاش بغيت تسنى هو لا باش يجيب موتور واش مخهم راه حتى بحال هكا بيركب هو على موتور وبغى يتمجاج بغيت تسنى دير اسمع اخو بغيت تسنى اسمع انت قول على راسك انت انت شكون السبب شكون السبب رحمه قال لك سير انت قلت ماما اش قال لي عبد الرحيم اه قال لك ايش خزير هو انت ما عرفتش فين مشيت اه ساك فاز قال لك سير هو اه ما عرفتش فين مشى هو اخو حسن واش شكون دار لنا كله هو كوكا لا اه قول لك كوكا حسن ماشي معانا قول لك قول لي واحد بغي يجيب موتور واحد قال لك تنتسنى خوه تيجي من الروضه فين تعرف خوه انت ما تسناه يجي من الروضه هو اللي قال لك تسنى عطا طلع عليه تما خويا والله ما تنفهم والو والله ما عرفتش كيفاش خليتي ها والله ما عرفتش تسنى شي حد في راسك في هذه اللعبه هذه انا بديتك دابا انت غادي بغيتي تجيب واحد الموتور وديتك اه انت بغيتي تجي فوق موتي واش بغيتي نقعد انا معاك انا قلت لك حتى القهوه باش يجيب خو واش كاين واش جانا القهوه اقول له زدت شنو ما لقاش على قال لك دازو كلا هذا كلا هذا كلا خبز على حسابنا راه ها هو قال لك دازو تعشى ما قال لك كلا في الجنازه لا والله حرام اصاحبي تاكلوا ماكل الميته صح واش قلتوا في الجنازه بصح قال لك اخويا والله هو انا نجيب واحد على تلتو دير معاه المزيان انت دير معاه المزيان انت والتي يا خو هو يجي التي دير معاه انت المزيان التي اه هو قال لنا كلتو كاع ودير معاه انت المزيان التي التي انا ما كلتش هاكا واش يدير لك التهمه يتهمك اخويا هذه هذيك الخبزه هذه هذيك الخبزه ب 370 كثيره يا اخويا وبلا مولود وانا 20 درهم 360 يا شحال مال هذا مالو مالو قال لك واش بغيتي تسميتو قال واش قال لك واش العائله ما تقول لك يا الله يعطيه حمق انا كنت تسحبني عندي واحد حمق هو كوكا عندي كوكا وعندي فانتا وعندي اختي نينجا وجي دورك انا خويا تنساو راسو اي الله سيدنا اي الله اخو كوكا ولا ما عاد اوريجينال عاد تسمك الله انا ضرب فوسي يلا يلا سيدنا وانا كامل الهضره انت انت جبدو هو اللي خص فيه هادي قلنا نوضو نوضو ما عندكمش هادي اللوضو ولا ما كانش عندي هو اللي خص انا باه يهضر انا مقدم انا مقدم انا شنو غادي نهضر قلت لي انا مقدم باش اخويا الكلفه عندك ستة ستة بتجي ما بتجيش ستة وي بتجي ما بتجيش انت انا ما بتمشيش لك في اخويا ما بتجيش صافي سير الله يعاونك صافي خليه يمشي في حالته هو الغزواني ما فراسوش السلام عليكم هذا وي اه هذا قلت لك الفوق كضحك صور بعدا كاين يشوفوا هنا شوف فيا شوف فيا مالو كلفة ما تمشيش لها اخويا تمشي ندير كريبة الرحيم مسكين قال لك دير لي هذاك الطاقيه هي باش زعما يغرموا عليه الناس لا الطاقيه وانا حش قرتي لا اخو عبد الرحيم حقر عليك عبد الرحيم واش دير الطاقيه غادي نتصور اش بنتي عبد الرحيم ما عادش نقول لك اخويا شاد داك الشيء من بعد ياك صافي تيكون خدام صافي خدام الله يحفظك صافي خويا بغيت بغيت نكرم منك اش بان لك السي الفوزي شو تيدير بك اه يدخل صغرا صغرا من الاخر تيدير بك تيافر راسي تيافر راسي كاع هذوك هذوك حوايج طلبوا نفرقهم اليوم حوايج طلبوا طقيات اللي عندهم سقوها ديالك ديالك الحوايج ديالك هما ياكم ياك نسيتهم كاع الطقيات طلبوا هزوهم عنده شي سته ديال الطقيات اصاحبي هو في جيبو ما خلوهم اش غادير بهذوك 100% اش عنده شفتي واحد عندهم منقبه ديال ديك اللي منقته فين هي قول اخو عرق السوس اجي تفرقوا على حسن تخليه يشرب خليه يشرب سي حسن سي حسن دابا انا هذيك الطقيه عجبتني ما عرفتكش ما عرفتكش انا جيعان اخوتي واحد الطقيه عند حسن عجبتني قلت لها وتعطيها ليا وعزاف فيا يا خويا حشومة عليه انا والله كون قال لي بغيت شي حاجه دابا يقول لي بغيت شي حاجه والله طلعتها لي
والله طنعتيها لي يا بابا والله كنت طلبني فؤاد الله اخو فؤاد كنت طلبني شي حاجه والله ما نعزافي والله كون قال لي شي لبسه بنت لي وقال لي هيجه ما هذه بيتها ولكن اخو انا احمر وجيعان لا نقول انا جويعه واش انت وجويعه ديال كفيك على الويده ديالك واش انت وجويعه الويده ديالك والله طالخ جويعه هذا عاوتاني دخلتي طالخ عاوتاني دخلتي السي عبد الرحيم السي عبد الرحيم السي عبد الرحيم السي عبد الرحيم دابا السيد هذا عنده واحد الطاقيه عجبتني قلت ليه عطيها ليا قلت ليه انا انت عجبتك شي حاجه عندي نعاود نزيدها ليه قلنا راه تيربسها جاج وانا اخو محكولك فيه قالك انا ولد الجوج جوج واخا انا حمار انا جوج اه انا حمار انا جوج يلاه بنعرفو والله الا الله عرفته اخو عبد الرحيم يلاه عرفته اخو عبد الرحيم اكوكا اجيعان هذا ها هو ها هو ضرب الجرم معانا راه يمشي يكرم باه اه ويجي له ويجي له مورا التنا هذا ديالنا شكون هو 460 كيف تبرا 160 بلا منا بزاف التنا رزقنا خويا عجيب هاد 500 هاد الخبزه ديالها 460 هادشي اللي خاصو يجي له ويا ما تقتبع راه خاصهم يجيو ليه دوك الاخرين 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 بلا مناضة بلا مناضة غدا ان شاء الله بيجيو ليه ذوك صحاب المراقبة كان خبزة فابور ومصور معاه هو كان قياد لكن هو قياد قديم قياد اش كنت قياد السي هشام لا خويا لا بخير واحد جيتي قلنا هو كوكا ويش ويجي له